إبليس أبو أسم. إيه؟ أبو أسم يعني إيه؟ يعني 50-50 50% 50% نص بالنص فولة وهتتقسم علينا إحنا الاثنين عشان نتعشى. يا ما تاخذنيش يعني لسه مش فاهم. ذا سيكريت كلمة السر. الله الأنسة رشا عزت. سوري مين رشا عزت؟ مش عارف مين رشا عزت. سهلة سهلة خالص. نكلم نعمة نكلم اقتدار تقول لنا مين هي رشا عزت. لا 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 رشا عزت أنا اسمي بس اتلخبط معايا مع اسم سباحة قديمة. أصل رشا عزت اللي أنت بتتكلم على دي كانت جاية لي كده في نزاع قضائي خاص بحتة أرض. نزاع قضائي صح. نزاع قضائي ماشي. أنا إيسا رشا عزت مديرية مكتب صادي بالله أرحمه لما تتزنق في استشارة قانونية تروح لمحامي زيك. أرزاقي يا أخي سمعتي سبقاني اسمي يتحدث عني. أنا كمان هتحدث عنك يا زغلول. أنا أخدت 5000 حديك 2. أيوة أيوة هنبتدي السرقة بقى. أخدت 10 حديك 3. 5 4 5 تمام حديك 5. هعدي عليها في المكتب الليل بعد ما ينام حشري وانا هقدم لك بس ورحمه امي. انت فاهمني غلط. لما احط ال 5000 جنيه في جيبي هفهمك صح. ما تنساش هعدي عليك لما حشري ينام. هعدي عليك وعايز تعتبره هو صحي هاد هينام انت اعتبره نام. يبقى هعدي عليك. انت شاي غير ده يا ابني. حاضر يا استاذ.